بلاد هنا مشهورة بوحدة من الحاجات اسمها بانيا، وهي الساونا البيلاروسية والروسية ومتاع دول المنطقة متاع دول الاتحاد السوفيتي سابقا. فاليوم حنجربوها مع بعضنا وحنشوفوا الحاجات الغريبة اللي فيها، لأن فيها حاجات ما تخطرش على بال أي حد. بس هي واحدة من الحاجات اللي يديروا فيها إن تندار مع الأصدقاء أو تندار في جروبات. فعشانك معايا اليوم محمدوف نورين محمدوف ومشينا اليوم محمدوف ويوسف وأخوكم محمد السريني معروف برحاليستا، بس في بيلاروسيا نخلوها رخاليستا. اليوم هتجرب لنا أكثر حاجة حرف الخاء عندهم، فلهذا أنت هنبدأ نقولك رخاليستا. الشباب من الليبيين الموجودين في بيلاروسيا، أي نعم في ليبيين في بيلاروسيا، صدق أو لا تصدق، شنو الأجواء عندكم هنا؟ والله ممتازة جدا، جميلة جدا. جربين الساونا من قبل؟ جربين أكيد. قالوا فيها حاجات غريبة ولا لا؟ خلاص. بس قبلها حنوقفوا على السوبر ماركت هنا عشان ناخذوا كم حاجة، لأن الساونا عندها تقاليد وعادات خاصة بها. راح ليس واحدة من الحاجات المهمة جدا في الساونا، طبعا احنا مش هنشربوه، طبعا هذه واحدة من أهم الأشياء اللي ضروري تكون في الصانة في التراث البيلاروسي، من غيرها ما تمشيش غادي. وسع بالك يا أخي. تعال تعال. فحم. حلال حلال ما تخافش. طبعا من أشق الشعب البيلاروسي للصاونة دايرين مواقع خاصة بها. تو نحن في العاصمة مينسك، عندهم موقع اسمه ساونا مينسكا دوت إنفو. تخش على الساونا اللي انت تحبها، توازي تختار الشيء اللي يناسبك، الحجم، الستايل اللي يناسبك، المرافق المناسبه لك وتحجزها. مش عباره عن ساونا هي اصلا، هي عباره عن حوش مسكر، اي حاجه يعني حاجه متكامله. هم ليه معادات احنا اللي نعدى. ممنوع تقطع في الشارع كي وخلص، لازم تقطع في ممر المشاه، لازم غادي يكون القطعه هو المفروض. بس بعيده والله، والله بعيده. يلا يلا اجري عديت. بس والله بعيدة، لو قريبة الواحد يديرها. 9 سنوات هنا نقطع كم مرة المشاهد. السلام عليكم. السلام. ما ردش، كان ما يردش السلام هو. وعليكم السلام. رد والله. صوص كم يجوز؟ نوس، نو إيش؟ وش تبغيه تأمين الصابوي؟ صابوي. يا جماعة الحوش رهيب. قوي قوي يعني. تو هناخذ كم لقطة بالدرون. طبعا هنا شنو النظام؟ في عائلات وجدات تلقاهم جنب البيت متاعهم حاطين الكوخ متاع البانيا، عشان كي تلقاهم يستعملوا فيها مثلا مرة في الأسبوع أو حتى مرات أكثر. بالنسبة للناس اللي ما عندهمش بانيا جنب البيت متاعهم، يمشوا لبانيا برا يستأجروها كيف نحن تو دايرين. هذا البيت وهذه البانيا اللي استأجرناها، السعر ممتاز جدا، خديناها ب 25 روبل في الساعة لمدة 3 ساعات. 25 روبل يطلعنا أقل من 10 دولار، فممتازة يعني لما ياخدوها جروب ويدفعوا في الساعة الواحدة 10 دولار حاجة كويسة بكل. اوكي شو 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 انجلش يس يس انجلش يس دا دا انجلش نو انجلش نو نو بروبلم اتس اوكي بروبلم نيت هتورينا كوبيل البدايه حوض سباحه نديروا بكم جوله البدايه حوض سباحه هذا اللي بنديروه في الصقع نحن هذا واحده من العادات تطلع من الساونا من درجه حراره 90 تخش في الميه المسقعه يستر الله هذا اللي ما يقدرش اللي خاف غادي يقدر تجي تقعمز هنا. واحده من الاسرار بتاعت البانيا البيلاروسيه والروسيه هن الاعشاب اللي تشوفوا فين ورانا، ما تشوفهاش في اي مكان تاني في العالم. تاخذ واحده من الربطات هذين وتخش بين جوا وحتشوفوا شنو حنديروا بهن. بس شنو هي العشب هذه اصلا؟ هم عباره عن شجرتين، شجره البيروزا والشجره الثانيه الدوب، وما بيش نكذب عليك بتنشوفها بالترجمه. لا خلص صبه فوق راسي قلتولا قلت لي ولع ما هاي ولع موترات صوتيه دي دلاته صح؟ دلاته تمام. نحن تو نخلو النار تولع وتاخذ مجراها النار ونخشوا نجربوا الساونا البيلاروسيه. دوبري بجالفة تفضل تفضل تفضل. دوبري بجالفة دوبري بجالفته خش 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 دوبري بجلفة مزبوطة دوبري بجلفة. أهلا وسهلا بكم في البانيا الروسية متاعتنا. هذا الكوخ اللي فيه البانيا أو الصالة. أول حاجة حتلقاها قدامك المطبخ، حتلقى الطاولة اللي تجتمع عليها الأصدقاء أو العائلة، عندك الحاجات والحركات والشقاشق. أنا حنديروا شاهي بعد شوية عشان نحركوا السوائل في الجسم، نعوضوا السوائل. وتعالوا تعالوا ندير بكم جولة. عندك هذه ضروري ديها. شنو هذا؟ هذه ضروري ديرها باش نصارها. هذه الساونا اللي حنخشوا لها توا، بس قبل ما نخشوا لازم نديروا شنو؟ لازم الواحد ياخذ دوش. دوش؟
دورك. سكر بعد شوية حتشوف هذا شنو قصتها شنو حنديروا بها. أول شيء نخشوا الصالون. لكن قبل ما نخش تاخذ عليها يا حمار. لكن أنت ما عندك شعر. هذه عشان تحمي الشعر، لأن الحرارة قد ما هي عالية ممكن تسبب لك تساقط شعر، فالواحد شعره يريح فيها. شعرك حرير. أحميه يا حميد أحميه. تعال خذ هذه تكمس عليها. طبعا حتقعد على هذه لأن الحرارة بالأخير عشان تحفظ حتى النظافة. عرفت كيف؟ كيف شكلي بالله؟ ماشي معايا؟ بنين روح بيها. دوري ما شلفك خش. طيب حطوا هذه هنا. شو واحد يقعد عليها؟ بجار وطاني وبلاروسي. أول حاجة ديرها إنك تدير المؤشر بتاع الوقت، وهذه موجودة في أي ساونا في العالم مش بس الساونا الروسية أو البيلاروسية. نحن حنقعد هنا ممكن حاجة 5 دقايق أو 10 دقايق، وبرضه نفس أي ساونا في العالم عندك الحجارة هنا، ولما تحس إن الحرارة نزلت وتبي تزيدها تدير الحركة هذه، تأخذ السطل القرد اللي فيه مية بس ما تزيد، وتقول لك هي حرارة عالية وأنا أصلاً قاعد أنط لكن نزيده عشان الفيديو. ريت جو ريت تقول لك خلاص حتولع هيك يزيد الحرارة. لعن توا نحن زي في أي ساونا في العالم، لكن التقاليد والأجواء متاعت الروس عندهم أولاً طاقية هذه على ما قابلتنيش في أي مكان تاني. أعتقد يعني إذا في كم حد مثلاً في دول أوروبا أو واحد مقيم برا مر عليه في دولة واحدة أخرى يكتبنا في التعليقات، وهذه نفس الشيء تقريباً. طب خلتني مصاحب. طبعاً عندك دورين، الدور اللي فوقي دائماً هو الأسخن ولو الحرارة أخف شوية. يا جماعة أقوى ساونا نجربها في حياتي لعند اللحظة هذه بدون أي مبالغة، الحرارة بقلبه رب تو نشوفه فيها في العداد 100 درجة مئوية، يعني في درجة الغليان. ولما تبدا تارك وتبدا خلاص بديت تعودت على المكان وبديت تستفيد منه لانه هو كويس للجهاز التنفسي، بعدها يجيك منو؟ يجيك صديقك هضباوي. تاع يجيك وما الاشبر هذا. جاتك شنو في عندك؟ هذه عشبه السروال معروفه عندنا هنا. عشبه السروال هذه عباره لما نجي عندك بقى السموم ولا عندك برده داخليه الحركه الدمويه بتاع كلها تتحرك في الهذا ارقد تو داخل الجلد. اي يا جماعه تفضل قبل له تبدا فيه شكل تور تضرب من جدك انت. شعور غريب والله، شعور غريب. دوره دمويه كلها تتحرك هيك. لا الصوت داير قصه بروحه. الصوت الطريقه هذه لما عندك تقلصات في العضله تتنحى يعني. هذه من عندها. هذه مش في التقاليد الروسيه صدقني. هذه التقاليد الهضبه. لا الهضبه الهضبه هاي الزبدة انها كويسة للدورة الدموية، تنشطها وتحرك لك الدورة الدموية. تطلع السموم، حتى هي السموم تطلع كل الجسم. طبعا بعدها تبرم عن طريق الضغط. انت فرحان وانت تضرب. لا بشوية هالضغط شوية. شوف اذا عندك صاحبك رقيت لك منها وتبي تفش غلك فيه، جيبها للصالون هذه وشلطة. بعد ما كملت موضوعك ونشطت الدورة الدموية، جاء وقت حاجة أنا ما عنديش سوى الشجاعة أني نديرها، لكن هنجبر نفسي ونديرها. أول ما تطلع من باب الصالون تلقى هذا يستنى فيك حوض السباحة. طبعا المرأة صاحبة المكان قالت لنا أن لما تنط فيه بالحرارة اللي أنت وصلت لها جسمك ما يحسش بالبرودة أصلا. أشك والله شكله أنا أشوف في دخان يطلع من جسمك توا. أنا مش حاس بالصقع. هاي لك حط رجل. هاي 1 2 3 رجلي مشلولات. جسمك مشلولات. جسمك كله. الله يسامحها وخلاص. قالت لنا لما تنزل مش تحس بحاجه. الاجسام الشمال افريقيه يحسوا بحاجه. ما هي شي الفكره. بس لا جديات ما حق انا مش حاس بحاجه. رجلي انشلل. هاي طيار يا. اي الله عليك. حد يا شباب ما يعرفش يقوم زي اخونا الهضباوي. دايرين الحوض هذا نتاع الاطفال. ايه هذا قاعد نسي عادي يعني مش لازم ننقص غلط. تغير بغرقت يا رجل. هنا عادي هذا هو مكاني هنا ها لما هي كانت طالعه من الثلاجه والله العظيم. هي يلا هي وانسى
صرنا يوم الجمعة برودة. هيه يلا هيه تو عشان تعوض السؤال تعطيه شاهي. طبعا جانا صاحبنا عبد الرحمن من حقش على الصاونة جاء متأخر. مؤيد لبين عادي كنت مشغول والله. قالك زمان في الاتحاد السوفيتي الشاي كانوا يسخنوا في المية يحطوا الفحم من فوق والمية تسخن جوا فهذا هذه يصبوه هذه. واليوم نحن في عصر السرعة تعالي هذا شو شربوه مش عوضه مش عوضه السواد اللي راح منه شم 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 صنفه مش عالي ترى وجيب السكر بعد ما تكمل تعطيه كلاكس. اعطينا واحد كلاكس وقت الباربيكيو سوا. تمام يا جماعة كانت تجربة مميزة. الساونا البيلاروسية أو كيف ما يقولوا لها البانيا بيلاروسكا بانيا. الحاجات الغريبات اللي لاحظتها أولا الحرارة يعني ما شفتهاش في مكان ثاني بالدرجة هذه في قلب أوروبا. ثانيا الأشبة اللي شلطنا بها أخونا الهضباوي أنا حركة الدورة الدموية وبعدها تطلع من الحرارة هذه كلها تنط في درجة حرارة تحس روحك دجاجة حطوها في الفريز. هكي أنا حسيت الأشبة فيها ريحة حلوة جميلة. كانت تجربة مميزة اعطونا رايكم فيها في التعليقات ومن فيكم مستعد انه يجربها وينضرب بالعشبة هذيك هاي من هنا لكن السلام عليكم تلاقوا فيديو واحد اخر من بيلاروسيا. تشاو.